رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فحنسمع إلى كتاب في عمدة الأحكام للحافظ ابن عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الرضاع عيان جوبني. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيد استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أخا أبي القعيد ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيد. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النفب. وعنها عائشة حلوري قالت: حيتري إن أفلحني كلا يراهد أخاء أبي القعيس ولا الكئها استأذن علي وإذن دلبي كركي يسر إذن دلبي وإنه يسوى قال يعني بعدما كركي ينزل لسود الجيال الحجاب وحجاب كمركي لسود الجيال كقال عليه حجاب كما قد نعم وآياته حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يشيريتها. فقلت مركا وحاني ربيشيري: والله لا أقول أرتي لا آذن له ابن ما يرئيس وقال حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النبي كإذن دلبض الحايل، فإن أخاء أبي القعيس ولا الكي ليس هو إسه منها أرضعني إن ننجيه، ولكن أرضعتني وحا إن ننجس امرأة أبو القعيس كان حاسكس إن ننجس. فدخل علي رسول الله رئيس وقال صلى الله عليه وسلم، فقلت عن إلي: يا رسول الله، إن الرجل لنك هو إسه ليس معه هو إسه أرضعني إن ننجيه، ولكن أرضعتني وحا إن ننجس امرأته حاسكس إنه جسى أبو القعيس من جنينه حاسكس إنه جسى. نعم. فقال وحوي: إذن له إذن، فإنه عمك أذيرك أويان أفلح أذيرك أويان ولكن أبو القعيس حاسكس أي أذيرك إنه جسى. مرك أبو القعيس أبقى لقون قنايا أفلح لبشن أذيرك أبون قنايا مرك حد النجمة، فإنه عمك أذيرك أويان تربت يمينك عن تعالى ميلك تعالى بلك حد عليه. قال عروة يعني أدو حلو حويس ذيوه لكن هبار لو لم قصد هبار هذا معها. قال عروة وحويل: فبذلك كاغاس يا كانت عائشة وحي تقول إن إلهيز حرم من الرضاعة من أجل الرضاعة المجملة دكتي بحق حرمتان ما يحرم من النصب النصب كوحك حرام نقنيه. وفي لفظ رواية كله نحن نروح كسب نيد لفظ كروحها استأذن علي أفلح يا يسوع ابن ضلبي، فلم أذن له ما أذن ابن. فقال وحوي: أتحتجبين مني ما لا إجاب نساء وأنا عمك أنا أذكى. فقلت وحاني: كيف ذلك تلامي تاتك أعطي؟ قال وحوي: أربعتك وحاكم نجس امرأة أخي ولا لك حاس كيسة بلبن أخي بينكم نجس ولا لك عانيه سيكون نجس وعانه ولا لك بسبب وقوضا. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحوي: صدق أفلح وأفلح رنب شاذي إذني له إذن تربت يمينك أي استقرت ها أي التوذ بمكتاب. والعرب عربت لا تدعو على الرجل قفك بيها بارتا ولا تريد يذن دوني وقوع الأمر أرنك إنه قدع به سوء قدع يذن دوني. حديث كان فعلا حلقة قادنا يا نزمدي إليك حرام نقول يسوح النسق كحرامها حكى الله قادنا يا إن تحقلين هو أنت أذيك نجسي كليه إلي من تحقلين تلاهين تحقلين تلاهين لا لا إن حتى لنك إذا قضى إعانها سببت أؤه إنه تحقلين تليه سيلة الكيز نفس الكيسة. طيب عمر كان من كاتي أبو كلام نقول يا مرك هذا عائشة امرأة أبي القعيس إنه جسي أبو القعيس حق نفسيسة أنا حاس كيسة أبو القعيس أبو كلام نقول يا مرك حق نقول ماذا يقول نقول يا
walaalkii la qashay adeer oo kala u noqorayaa nacam marka adeerna dagabar oo adeer u yahay waa ka waa maxram bay u tahay marka saa sida uu leeyahay وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي وكركي كسو إذن دلبل بعدما أنزل مركي لسوء الدجي الحجاب فقلت وحاني لي والله إذا قررت إلا آذن له وإذن ماي حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النبي كف صحقاته على قالنا يا مركي قف إنا نكد دقين وحسن أقال أولا هين إنو سو كد دقين إلى أن كوي دي قفك أهل كواه أما أقال تقولها يعني حوك شرع لا أعدين كرتو وأنا فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون أنت أنا وحسمين دمعا إنا دوي دي سويا نعم لكن مركا آت فعل كسمين فشدر على هداد وحبار بارتو أما مركا أدل فعل كاغاس إنا تقيل إن حب يتو تاسي مركا حيكيني كرتا اتباع الهواء قفك إنو هوجي سراعا يا هوجي سأو دبقل دبقل إنو دليل كرهات سيدا مركا إنتو واحد كسمين دليل كرهات سيدا لكن قفك يعني حلال ميرانا يحلو قرانيا دينك أي مركة هريك هذه مركة أحوك شرعك صواهر أي فعل سمعها قول فعل منا قفل نقول قال ما هي له شرع كؤجا وحا وكذا شرع موقف وكقب وحا إلى كؤجا فإن أخاء للقعيس محايلة للقعيس ولا الكيس ليس هو أرضعني من الجن ولكن أربعتني وحا إن الجس امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله رئيس وقال صلى الله عليه وسلم الذي أشاهدته حقا هو أنت وحنوجيس كلية من كاف إني يعني أي حرمان كسبناني في أهيستي كان النبي قلت فقلت حاني يا رسول الله إن الرجل منكم ليس هو أربعة من وجنفي ولكن أربعة من امرأته حاتثة إن وجيسي حاتثة مالك أفلح حاتثة معها وأفلح ولالك شعب القعيس بيه فقال وحوي إذني له إذن فإنه عمك أليرك إذني له إذن فإنه عمك أليرك وين فقال ذني بين قنين إذا الحلق بالله من إذني الله إذني له وإذن فإنه عمك أليرك وين طيب تربت يمينك من إجتال هأرنزه قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول عديج تحرم من الرضاعة ما يحرم من النصب وحا نصب كحرام نقضه أو نصب كحرمه كحرم الرضاعة فتئلي جرك وفي لفظ استأذن علي أفلعب إذا صعيد عند البدل فلم أذن له فقال أتحتجبين مني ما نائق حجابني سوانا عمك قال يركاء أنا فقلت كيف ذلك إذا بيت أسكو أهبتي قال أربعتك وحاكم نوجس إمرأة أخي ولا الكي حاسي فباللبن أخي بينك كون نوجس وليب ولا الكي عنه سيكون نوجس قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح أفلح وروشا إذني له تربة يمينك وإذن ملك هذا عروض افتقرت أفقرت والعرب تدعو على الرجل الهبارس ولا تريد وقوع الأمر به أرنك إنه قرع أيضا كريم مركان النبي صدق أفلح ومن المرك أفلح وألا يركع يرمب وكش هذا فهو كشرع يانا مرك أسرع وعنها رضي الله عنها قالت حيث دخل علي رسول الله رئيسه قال صلى الله عليه وسلم والحال عندي أفتيذن الرجل أو يهنين يضعون المرك أفتيذن وهذا فقال وحوري عائشة عائشة من هذا كان يوقم قلت عامر أخي ولا لكي من الرضاعة المجمل ولا لبوء أهويا فقال يا عائشة عائشة انظرنا اسك آغا من إخوانكنا ولا لهين عد أيهين اسك آغا فإنما الرضاعة المجمل من المجاعة ليك أهاتي وبعناش باهي حقي ليك أهاتي أما باهي درتيب مدلول ليك أهاتي حديث كان مركا حائسانا لك قادنا يا نبي عليه الصلاة والسلام عائشة تيرا يونينكو أركي واسؤال مكا من هذا كان واقوم إلا لقدك ديجين مركا قفكا فواحد هذا الظاهر كي كولا مخصك على هذا الأركتو وحنا اسكو يديس وروحا المؤامحة من هذا كان واقوم وكان سيتر أخي من الرضاعة ولا الكي مني النجمة ولا الإجوبة ناس اسم النجمة ويان طيب نجمة رواشة إنما شمع يا أبويا طيب فقال وحوري عائشة عائشة انظرنا بل آية من إخوان كنا ولا لهين عد أيهين اسكفيريا يعني مركو حكوان هذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يعني وحا يعكرتو نجمدو نجمداني إني النقطة النجمة أنت ما يسترنين عدد كيزو أما وحا يعكرتو نجمة وينان حفشي
أو لبسنا ككر لبسنا يعني كبر النجمة تمت أيادع كرتين تاني نجمة يعني مرة سيدا درت حوله كفي صلاصي عن سكج أهرين تصوير ومرك النجمة وتشن جرتو ليقانه وكلاجوجو أن سلمرك أنا لبسنا أي كير طاي قفكو لبسنا قفوا لبسنا كير هذه النجمة كحص شيء اعتبار بين لها هذه وينان كحص شيء مرك اعتبار ملاها فإنما الرضاعة فإنما أداة حصر وين فإنما وحك لماني الرضاعة النجمة ما الرضاعة النجمة من المجاعة لك باهرة يعني ما هي رير مرك إلا بصنا كيريه عانيه هو يديس باهرة أقبع وحق النجمة وباهرة ومرك نفق عانه أي سينة يعني. لكن نين وين أو يعني سي مرك وين هذه دباهي وحكم عانها وين باهي ومقفه باهي ومقفه سيدا دلت المرك عديث كان على قادنا يا رضاع الكبير وفك وين يقوليش إنا نساء إنا اعتبار لهم لكن حديث مسلم قصه عن باسوا أراري أوين بأن النبي أتمت صلى الله عليه وسلم مركز يعيش رسالم أنه يكرصني وقل لي أنه جوغا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فانتو قاري إنه وقاري ما وحي يصير مركة ده مركة ضرر دلاتها جسي سيين عدي كما قوئي كرين هوانتي إنه مركة حجابك إيه مركة اللي سيود الجي مر والبا إنه كحجابة وادي بيسا مركة النبي أشهك صلى الله عليه وسلم مركة سوحوا إرضعي أرضعيه أرضعيه نوجي تحرمي وتحرم نقنسة وكما قال صلى الله عليه وسلم أرضعيه نوجي تحرمي محرم بو مركة كون نقنية وانوين بو مركة حديث كان بعض العلماء سلف كم إذا أحيان أو سلف كم إذا أيام في الدليل شديد نجمة حتى هذا حسش وينان لبصنا ك ك ك دا كوين هذه أي كحسش في كت ما هذا عانه كأذا وين سو وين شنجر أو وين إسلام سو كلا وقعد جبر كلا وين لبده دولا ليش نقلها عائشة رضي الله عنها تقول الشيء إن يقول كذا أي قبتي نعم حديث كاس مركز الجمهور معاني بدن بيقول الجواب قال كل ما أنصح يعني الجواب تقول أو عيلين قار وأنا كاسي خاص أهل أو عيلين يعني قصة خصوصية كجر خصوصية كما عظم يا شمرك والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بردة بن النيار مطهم يعني أنت ناف كان ذوك أضحيك أبدا ولن يجزي أحد بعدك مطهم النبي صلى الله عليه وسلم تلصاص وكلام آلويل مركز سيدنا إنه قلت مركز قار خصوصية شيئا قار ما معاني كلاوكو كلا عمبارين وشرح مسلم كأدي غاية لكن معنى أوله حاوية الشيخ الإسلام بن تيمية في وكتية ويراهده تنو كلاوا واقع مرضع غيوة وضع يلقى كلاهل مدبقية بس أمنا أصل كحاوية النجمال الماء يرير أي أصل كتية إنما الرضاعة من المجاعة حديث كان أصل باب كاء أما يعني أصل كان وحالك بحكرة الرضاع الكبير أو تحقلين يلن كراء هذي الضرورة أما حاجة آت طابة ليس قويس أي جلتو سيدا مدى أصل كان سالم وعلى سمين كراء إذا حديث كان مسلم لغو نقمه إذا حديث كان مسلم لغو عمل فلاحي مركو حتى أصل كان وحال إرادة واقعة عين لا عموم لها وواقع مرضع ذي وأن عموم لها وأن عموم لها ممكن المركب حول نقنية وحول نقنية وشي وصفي هاته وكلا لغيها لقد عام كل نقر تحته لكن إني بذكر العام وآهات مايا معنى النوع عصوك عليك عبيران أيوك شيئا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تاسد نمو بأدل الذي يسوك للدويني لكن مشاكل بلن بارك يا جرب أو تانا ضرورة أنا وحافي عني ضد أهل العلم قياسان وذكي الله شهده وقفت أرنت أسوك على عيساته إني قف أهل العلم وتكت أشياكته دولات ما كيسوك أو فيريا دي ولم وقدت مركا أو هدو حديث كاس وفض ولوحدي ما تأمر صمعيني لكن سي مشكلة ذو حايتها مرك غار دديو وقار كنت أوان يقبر يويل با إني إسكو سفران رو يرب إيمالا فيني آدم بيخبان دوات يمرك إني كلي سفرتو أكديد إسان المحرم لعن إني سفر سفرتو أما يروب ما بأني عربها سيبرفتا إني أدو فتهريب مركا سيحيلانا سياني كل محرم لعن إني أقو سفرين أيا يد يويل با هنا وين مركا إرمان أيا مركا عاني كودة عبيا نعم شنجر يا شنجر مركا سيدو حيلين محارم بعد إسكون لها وإسم سفرين هدو مركا
تاسو كلا دوحة ويا ضرورة ما عن ضرورة وحاجة ما عن تاسو كلا ده سفر اتكرروا ونسكس عروه ويا هذا سفر كون إنه يعني لفت كيسي أو هل فيها أي دعي كرتو قما إني ما مالي لم تذكر هنا يسعطه أو أي نمن إني دعجلي أي قطر وتعالى الجانب كأوحى صعد المركو حاويا ما إن وحى لقول رخصي سترخص كالنوع عسى كلام الصلاية طيب إذا كلام نسائش الشيء شاذك دائما إلا راع ما فعلا ضد الدين أي وحي كذلك كلام نسائش شاذك كلي عن إني راع عان وسي يعني ضدك يعني وح غريب أو ضدك أين المقلين أي ضدك مقشيا كلي مكرم مركاسي وحاويا وصوشي يوحي هاي يعني باب والبأسل كثير كتغي شاهد بيك أرسل يعني يا عائشة عائشة انظرنا بلاغ من إخوان كنا ولا لهن عدائهم فإنما الرضاعة النجوم من المجاعة بيك أحاسي وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أبو سروعة أي الذي يجري أنه تزوج أم يحيى أيو بورسد بنت أبي إهاب أهي فجاءت أمة الأدوم باقي من مكة فجاءت أمة الأدوم باقي من سوداء ملو فقالت وحيث لقد أرضعتكما والد النوجي الذي نبأ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة النبي أشياء قال وحأويني فأعرض عني وإجيست حقي وكجيست قال وحأويني فتنحيت وانصال ليحضي فذكرت ذلك له وأن أشياء هدنا قال وحأويني كيف أتدت قرسني ثامرك كيف تذهبت الجرسانيسة وقد قيل رواية ما بحيث كيف تذهبت الجرسانيسة أهي سانيسة وقد قيل إذن لي رسلا وقد زعم روحي شاقتي أن قد أرضعتكما إني إذن نجسي بشاقتي حديث كان حلقة قادنا يا نجمد هل هو بعض العلماء حديث كانوا حكا قادتهم هل ما يعني أو هل هو أو واحد نجسي ما قاتل إذا كلي وحول لو إثك نعم أو حاول هل كان هوان أي وحي ترى لبدي إن أنا إذا نجي مركا تحول لو إثك مركا مسألة أنا وكلا مركا رضاعة خصوصا هل ما أقول كذا والله ما قريا صار علماء قارك قاتل لكن واحد ديره يحويان لما ما أدى أولا هوان أيضا أنا أي تهدا أضنت حكى حسي ليس أضنت وركي إلا إلا أقبل ما شاء الله أقبله ومرضاتهن لو أقبله وحاكلوا يعني علماء قال علماء قال إيرانين ما النبي عليه الصلاة والسلام حول تحريم هذين وكرهت الأرندان أو حاولي وردي وسيد اللي من باب الورع ورك حلال ميرو شبه تمد كحلال ميرو مرك تحريم ما إنه بسوقي مركز هذه اللي سوق قصد ما إنه جت من وجن طبعا مرقاتي بالله هذا مرقاتي الشرعي واعتبار إنجيل تصير هاي العلماء تكلكوا كنا علماء المية هل كان ناس أو إنه جت أمور كذا المقلية والأقبلية من باب الأخبار والله نعم مرقاتي ما خبر من باب الأخبار على كل حال ما في كلا شيء لأن مرق حديث كان لكن ظاهر كيس حد مدة إن من باب النور من كائن أقعد تقو إلا فري محيي لو حكوا جزء النبي لو كجزء هذا هو سؤال لحظة مركز هذا كيف أصير أبو بيرن إذا هي نصيحة الله ده هي نعم مرد شك جاي من أصير ليه ورك حلال ميروي كيف وقد قيل تعطي مركز كتوسة أو ورع أنت فئات أبو متأكد يقطعه وعي وعن عمة بن الحارث رضي الله عنه حال ذوري أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب يبوسن فجاءت أمة باقي من أبو سوداء مذو فقال قد أرضعتكما والد النوجي فذكرت ذلك للنبي من أشياء صلى الله عليه وآله وسلم أركع رنت أمرت قفك سوف وثارت مسألة كسوة فرنطا إنه أهل علم علي ويالمرك فأعرض عني وإذا جزت فتنحيت فذكرت ذلك له قال وحيري كيف سيرات سيوذيسة إذا سيباب الليليه الرضاع موانع ذا مركا لقى حفلة أصول الفقه مانع الابتداء يمانع الدوام يمانع الابتداء والدوام باشر فرضاعه قال هذا وحول نقرى نكاح مركا للجوبة مانع الابتداء والدوام الله بدأ بوام الحياة هوان أذي إسلام المكتب إلى النكاح إذا بالله وحرم فرضاعه فوحول منعنا إلى القرصة وانتص مانع الدوام نوايا هاي واحد دي أذوق قبي أول مركي رأي الأوغين أد أغاتين إثنى اللوبتين ما شاصيكو كلا إذوكو كلا دماتي مانع الابتداء والدوام في إسكوية هاي مركي لا وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك بحي يعني من مكة أيوك صباحي فتبعته محاصر على ابنة حمزة
عند قبل يسيبا صور رعوه تنادي على رواقي سيا عمو أذير وإيلانه فتناولها علي المرك ابنة حمزة حمزة النبي أذير كي تروعها إلما أذير بين قنايا المرك سيا أذير وإيلانه وحي أولاده النقمة الحديدة حمزة النبي وجل النبيين ما كان كاس مرك أذير بوك لأنه قنايا يا عمو أذير فتناولها علي على أياس وقاضي فأخذ بيدها قعنته وقبطي وقال لفاطمة فاطمة يوحكويري دونك ورغو ابنة عمك أذيرك قبديسة كورق ورغو نعم فاحتملتها وانصوق علي بيت المركب فاحتملتها وانصوق علي فاختصم فيها علي علي حكد هذا شانيه علي وجعفر يا جعفر وزيد يا زيد زيد بن زيد بن حارثة يا جعفر بن أبي طالب يا علي بن أبي طالب فقال علي علي وحول أنا أحق بها أنا أحق لمبضا وهي يذن ابنة عمي أذير كي قبدي سويا وقال جعفر وحول ابنة عمي أذير كي قبدي سوا وخالتها هوريت إن تحتي أنا قب وغسري أعطي وقال زيد زيد وحول ابنة أخي ولال كي قبدي سويا فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز زيد يحمز النبي ولا لي الغيار مركز مؤخر نوع عصو خلاص فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحكمي لخالتها هبريرتي بقو حكمي وجعفر ما مركز قاضي وإن هبريرتي ذو قبام مكتها وقال وحن إلى الخالة هبريرت بمنزلة الأم هو يد الدرجة ذي جوكتها وقال لعلي علي نوح وكل سنة سبرتين أنت مني وأنا منك أنا أتقمتها وأنا منك أنا أذن كامتها وقال لجعفر وكل أشبهت خلقي أبورك أيات شبه لي وخلقي يدبع عدي دبع عدي يعني هب أبورست وإسكو شبه لي وقال لزيد زيد نوح وكل أنت أخونا ولا الكن باتي ومولانا موليه إن نواتها حديث لمرك حوكا صلي وحل إلى حبانة وحل يقن الحبانة حبانة أي أكن صلي حبانة عنك الحنانين إلا بنا عن بالله قيبيا مميز إنه يعنك حكا لسوعي كرا عنك هدو حكا لسوعي كرا نحضا يا الله بغيا هو يريد إيها بيز من الله لمدي أراحا يا الله سينا يا تأيذا عنك لكن هديه يريد هو يضع يا أثلها حنانة حنانة هو يضع يا شأي أثلها أوه هذي أوليه أبي أي كلا تيان، أو مركع عنقين أوليه هو يلا لسينا يا، هو يلا يا لسينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم التواك للسبناته، أو وليه يلا لسين تيدو حي كحر أنت إن الله لأن تاني جورسين، أو حول أنت أحق منه رضي النبي الله كان عنق قال أذاك حق لي بلا منك كذا حق لي بلا منك كفرين ما لم تنكحي أنت آدم جورسين بقول. waxaa calaam qaadanaya day guursato waxa soo wareegaya aabihii uu soo wareegayna taayada marka waa taasa asal marka baabkan xanaanada oday iyo hooyada bay doodan hooyada asal u ah ilmaha day todobaa mu'tamiis ee sinu tamiis ee keyriin waxa kaliya ay kaga hari karta xanaanada iyada in ay guursato ninka la guursato day guursato marka ninkii yaa yeelanaya tay halkan marka waxa yeelana sidoo kale jirto مسألة كبيرة مهمة وحيتها إلا أحنا نرى هذا استغري ماذا كورا مركا كي حق لها هذه تربية عنق إحنا نزيس هذا أقوم كريم أقوم يقف أد تربية ليت لغانا بقى يعروتا إنه تربية كأبابي لنا أقيها تاس وكلا قاضي وحقبنا إنه ككلاسي التربية سهجاجيني معايا العنق التربية إلا هجاجي إحنا نرى أصلها هاي أصل أطاي مقصد كل قصد كل جلية إنه حاول تربيها يكسر عنق إلا تربيها هدي متكود أو يعني خمر يسكعب أو دنيلين العرور أو سوي لبس بكيس محجور شبه محجور وياي إن يعني لا شرعي وكلا وياي وتصرف أما وياي إن أما ما قال وياي هو العياذ بالله كمسلم كإلا سوي وياي يقفك ونكسر يعني تربية عنق مكة ونكسر طيب marka wuxuu yiri al qalatu habariyarta bimanzilati al ummi marka habariyartii uu nabi ku xukumay sallallahu alayhi wa sallam hamza bi dalay marka uu dhintay marka saddex dooda ku dooday jacfar asagu marka wuxuu yeeshay marka doodiisa waxa uu weelisay
habariyadteed inuu qabo marka habariyadtiina hooyadii oo kale la mid tahay nabigu wiirsaas marka habariyadtii waa saa lagu siiyey labada kalena marka cali iyo zaydna nabigu waa sabar siiyey oo qofka haddii yani dood inta loo yimaado doodii qof loo xukumo kuwa kalena in la sabar siiyo hadalkii lagu qanciyo yani min baabi waquluu lilnaasi xusnan weeyaan marka dadkiina la sabar siiyo way wanaagsan tahay جعفر لكن والله وصور ده أشبه تخلقي وخلقي يسوي اللي سيه محاها ده نسيبه اللي يري سيقول الله بس إنينا هبريرتها اللي سيه نعم سيقول الله بس إنينا هبريرتها هبريرتها أو قبائيها اللي سيه هل كان مركة الخالة بمنزلة الأم مركة لليه ومن باب الحضارة حاجة حنا نظر معها يعني من باب الإرث معها حاجة حلقة معها حلقة هبريرتها هم بحشر فمثلا هبريرت هوية إلا متى معناه إذا ما ماشي سهوية جوي هبريرت أحكد أحلى يسأل لك ما هو من باب الإرثي باب كان إرثي إلى حالكم باللوجي أي اللوجي إذا سببت أي سلا كنت هوا في السياق أي كنت من الأسيرنا الخالة بمنزلة الأم محي كنت من في سياق الحضانة كنت من حنانا اللي يسكوها يستقرق عن حنانا ذي ذا اللي يسكوها يسكوها ابن دقيق العيد مرك هذا الحب بلد آدم في عن بويري وحويري فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه وحوير السياق وحويا وطريق كجارسين وح مجمل كعقل وعضاض وح محتمل كروج يعني أي صورة قال كقطعه مك وجيلا كان لربا اللوجبة هي لربا مش اللوجبة هي عدين تيسا إيو هذا الك إن الدجيو مقصود كي لقالها إن الدجيو سياق كوه منك طيب ما كذلك قاركون سياق يهدي وحلقوا معنى وحي أهيسان تأويل أهيسان بس كبار رسول استفاد ركروه أويله ومؤولة معطلة يعني عي كلين مرك قاركود يعني معيده وكلام مرك الله جهاد الله سياق وحد جدا إني كنت كإيمان يسوع إله وإذن أجيها سياق نوعه في كإيمان علم يكون بالله ذني آيات علم يكون رمان يسوع مرك سو عي كلين معيده أذى أنا أويل يسوع تأويل لما ضه باب كاس ما دل عليه السياق فليس بتأويل وحي سياق أو تص تأويل ما نعم سياقنا وهبك هذا القوس على وتحيه ولذلك مرك سو عي يري هذا كان مرك فإن السياق سياق طريق إلى بيان المجملات وطريق لقوا عدية وح مجملك وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه وفهم ذلك وعمل قاعدة كبيرة ويان من قواعد أصول الفقه قواعد أصول الفقه قاعدة كمدة وين ويان عندها فهمتين طيب طيب تعسينا مركب حنامين وحياس مربحة طيب كتاب القصاص قصاص دي هو كتابيها جنايات يحيالها بكالك الحيوة الرمية قصاص تمرك ويدوى عام وجيب النفل واقشاء أضراف تروى قصاص واقشاء يعني إن به إيه نسانكي إيه وحيالها نفتي أغنى ويقشاء قصاص تمرك وحاوية دلك نمرك نفت مرك اللجوب دلك تدعى اللوقة يبي عندي يشيله عندي يوعى اللوقة يبي خطأ عندي وحوي وحد دلاء قفك إنه كل مفتوحنا قصدي وحد دلاء أيو طوري وقفنا كل مفتوحنا قصدي وقصدي على فعل في سبب ولا قصدي شوف عندي وحوي وحد وحد دلاء أيو قفك كل مفتوح لكن وقصدي قف كان إنه حنودي وجراء يورب أو بوك مفتوح أنت منك ما لا لقيت من نبور أشكر في بلنا لكن عندي سوق أنت فشوف عندي خطا انا وحا لا يراها وح وح لا غديلو ايو توراي لكن قصد كيسو نينكا انو كو دفتو ما اهين غالب لما اه قصد كاسو قال مثلا بنانكو انت امبخاي اوغار بو اوغارين اهي ليدكي او غمي اما حبدي او توراي با دف ماركي قف ماش اوت با بخاي وي كو دحدي كاسو قال مركم خو نوقنيا وا خطا دفكيس ديلكيسو خطا ويان سدخاس او قايب سما عندي وقصاصا كو واجبته هذا قفكو قصاص عفين وعفين كرا دي وكبدلن كرا علماتو حيكا هدلان هدي ماش او دلك كبطو قلقو هدو دلك بدنيا نبت قليا درع الكجفتو محال الصمينة يا وحال ايانا يا مركاتو قال من باب السياسة الشرعية ويان عد دي قادنا يسمالي فالدية ننكي من دلو الدلاء ولي يدمك دي مقادن كرا وقال قصاص يا قفكان سن مركب حاصل اللو ليه سن مركب عرط الله هنطو نبت قليا دين الله هنطو بكين أي سيسي عن سنة بدقليان
شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه إشارة على مقاصد الشريعة، مقصد كم إذا وين طبعا حفظ النفس، نفس إلى لنتي إذا مركا. طيب عندي هو مركا ديدي سنوا كعرصت هاي وحكة لديدي إذا، وعندي ديدي سحوية وبقول على هذا كذا أفرطا أي في منطقة مركا على شيء يحكي جيها. شوف عندي أنا وحوية مركا أقول ديدي سوا أردك تاي حوا خطأ ديدي سوا فرضة. شوف عندي يا خطأ يا الله جرب ديدي وحال جرب عاقلة. أتك يعني ميت كواي أتك يعني منك واحد لي قرابة ليس شو حل في سيبك للي هني أبوك لبي ليس سو ما قرن عاقلة ما كوا لبوا أجبيها ما هم كانوا إلى عاقلة إلى قف دشي عاقلة وحوي وأتك يعني سو كوار هذا زي ما ذكر فيها إيه ميا واحد لي إلى هذا ما أنظرت وأني كان سو تلكو فاي إيه ما واحد لي إلى هذا ما أنا عقلي حق الآذي وحويان يوم محمد دليل لكن منك واحد دليل وما قصد إن دلك دباته وقلي مركو أنا لقى يبصران سير الحلك يسوع قادنا يا مركو أنت الحلك لا يفتي بوالي إن دلك أنا لقى يبصران هذا قص واحد دليل لكن وح عقل الأولياء مال الدية قبل الصيا الدية مالك يسكب حنا وأنا على الفور مركو سديه قال أكيد تأيي هذا لكن دية الخضاء إلى سد حسنا ونسوي أيا نسوي عقل إذاك ما دية الرجل دية المرأة وكل الدوين دية المرأة نصف دية الرجل ويان دية النكا نسكين ويان إجماع العلماء أنا ساكو جنتمي إجماع العلماء أي أصدق أكو جنتمي تازني مركز أي ماذا نسيابي قلان طيب معنون الله أعلم فكم علماء قاركود حا لقيا إني إيران هو أنت ديلك يعني النكا يعني قويسك أو ننكي أشغينا بيلكي لغو لازمي أو قوامدي قويسك لهاي أو ميبكا ستأسان دوش سيارينا يمرك أو كدمتو يمرك يهواني كدمتو إسكو قيمي من نقونا يلعام إسكو يعني إسكو دلاتو يمجاري إسو يلا دينا حكالا مركا لغسيرينا طبعا قويسك ديها هو يدي قريو كدمتو دلاتك لوين يدي لفتر كيدي إنكستو أي تاهي هدنا لكن مركا دياتك لجيو ديال لبحنا مالك على فيريا guriga maal ka waxa keeno waa ninka guriga maal ka waxa keeno waa ninka way iyo marka gaalada hadda marka taaso kale waxa laga yaabaa in islaamka ku duran laakiin iyaga marka dib u meelaysan maxay aaminsan nidaamiyadooda caymiska ama insurance ka ku dhisan yahay dadka la kala badinaa ninka wax qori yaqaano iyo ninka aan wax qori aqoonin isku qaybo ma aha xaq wax seen markii baabuur jugsiyo kale ninka yacni professor ka ah شغلة في عن شغلة إسكو مد ما عنك عن مهم عن أقوم بدن لهين وحرا أنزل كيسو ساري قان وشغلة عن كولي محمل كشغلة إستو وهالنف ينف محيوك على قيمة بدن يسين يعني نعم سو حتى سو لا يعمل بل تود يا عقل الدرء كجرتا تود عقل الدرء كجرتا صوبته آه نك حمل كي جري سو حمل سوق كحمل عدي سو كبيره يعني نك برفسور كالعقد بدن قاتي أصلا عدي سو كبير هل جامعة كده حي نك استابيل بالله ربع حبوب الحياة حبوب الحياة مركن نك اللي عدا نك بيل وحسينا وحلا مسينا يا موحير على سينا وحلا دعدا أنا معدا سيكفي عنتها مركن نعم الناس معدا بيكفي عنتها وعدا للدرة تولى لكن وجهي ذا مشكلة جرت صاصوها نعم ضد بدن المسلمين لو أسكى قنعة وحى شيء يا وحن شيطان بإلا وكه نعم وعير مركا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا إحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس للنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل محل على نقنا دم امرئ قف ديجيس قف كاسو مسلم مسلم أكاسو يشهد قري أن لا إله إلا الله معبود حق لك عبد إنا نجرين الله وياني وأني رسول الله رسولك الله إنا نحينا قري إلا بإحدى ثلاث دي جيسو مبنانا إلا قالوا إلا سدح على رضمه يعني الطيب الزاني الطيب مد يعني النكاح صامري الزاني الزيني الزاني هو النفس بالنفس النفس نفس لقوين يدشي والتارك لدينه دين كي سمك كتغي المفارق ويفارق للجماعة فارق الجماعة حديث كان أصل بوحوية في حرمة الدماء ليقو حارانت النمذو لأني حارانت ليقو أي حديث كان أصل إياه سد حال ضد بأن الله صور هذي سد حال ضد نوح أي تالين نكاح صور مري أو إسوه مركز زيني استي
من حر النكاح صامر الزنيستي زاني المحصن بانيرا طيب قال المسلم حضورها هذا سواء قال نكاح وحي أيه يقال لنا دو صامر زنا لغو قبطي أما أيه أي محكمة الإسلام كي يمادين ونكلا نكلا بحي إذا الإسلام بان صمينين حكومة حكومة الإسلام قالوا حكومة يا مركز معا طيب وعير مرك حديث كذا لو أكيد دهنا معناه مس تاسوك على التصيغة طيب الزاني ما يحلاص إلا جودي لامرك آيات أهم بمرك رسول دكت القرآن كي ولا جنة سخين لكن حديث النبي لو خصبنا تين النبي خلفه دي سيكدم بيسين ووي سمعين رجمن مرك عمر روح يحنك بقى يعني دت إنكران ديوان عظيم دت بدن بقى إنكره أو هاي استرجمن إني تعقاب غير معقول نعم وفي النوع هذا كله بقى يرجم وأرحم الرأي أو يعني آمن سنب الله إنه أوصل إنه أن حريص دريا دتك أو قالوا أيوة دتك أن حريص تان مرك قالوا يعني الإسلام كانوا أكبر حيا الدين الإسلام هو قلع بالنسبة لنا نعم هي أرحم الآن تكلم حويا مرك والنفس بالنفس النفس جيسي والدين يأذن طيب ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يا أيها الكلام والنفس بالنفس والتارك لدينه يمتك الدين كي سكتلي ومرتدك المفارق للجماعة جماعة المسلمين تأيد فارقي صدق الآن بومرك حديث كان شوية سيدة كم موقتا حسر باكجر ولا يحل دم امرئ المسلم النسين أم حلال أهل الدين المسلم إلا انت على قصور هاي بالنبي سدح لنا ولما مركو حيث ويديا الذنوب بضل اهدي لك على قفك يدي إلا الدلاء واجب يسجر وسدح لنا هين لواد كاكمدا وحا كمدا السحر كاكمدا صحابة يدلين وحا كمدا قاطع طريقة كمدا بتكدر جيدتك شفت موريانتا جيدتك سبارة لكتو جيدتك كل آي وحوالها وقدعه دورك كفصان آي كواسو كان يكو كلو بدن ابي سيمر كلو جمعنا يا مات جاسوس كا كميدا قتل الجاسوس المسلم جاسوس كي مسلم كا اسلام كا قالوا جاسوسي مسلمين تك جاسوسي اي كو عداتي اما اسو قيبتي مرقاتي الله هلي جاسوس كنو عاسو كلا مالكيه اي سيده اي قبان نصوص تر اي توسي اي تو اي توسيسو امام كو حاوي وحاو بنان ندلو إمام كريم الدلاء يا أبنان دل كيس مركز وحويان كاسو كلام مركز هل كان سدح لهم كم يجير حصلنا أن شيء يقول جاسوس كلام مركز وحويان دل كيس ودعوبة هي إقرار إما إنه وحيوبها أنت تحكم كأنه كو سقنا له دشيسة سوق سقنا كرا مرقاتي أما إقرار لا لا مركز ميت كمل الله هلا أي مركز محكمة للدلاء يا مركز محكمة بالله سارة يا ساسا لقوقنا يا للدلاء يا مركز أما يعني قاضي أما إمام كي مركز حقوق قوينة يعني كاس دي الخيس لكن هذا النقطة أليك جاسوسة تبقى الدينة يعني طيب أني كان كلنا وحقوقها يا مركز هذا جاسوسة أديك أنا وكدينة يعني إلا وحي سوك ملك وكتبتهم وحوال بعيد مركز وحاسوا كان إله إلا الله عبد صلى الله عليه وسلم يعني طيب حلوه بمه يعني الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وحب ليه حديث كان لكم معنينا يا أربعين كجامع العلوم والحكم سد حلال أم بيصوم الله هاسكلان وح كست دل كانوا شرع دل وكو خذي سد حلال بيصوم زجليه لواتكو حسوم زجليه طيب الزاني سحركو حسوم زجليه التاريخ الديني اللي ورده طيب نين كان مركز شفت هذا جدك واحد قال عن نفسه بالنفس وسوم زجليه سوما قرنه وهكذا مدول با حسوم زجليه يعني قيبها سد حلال أم با أصل رغه مركز سد حلال هو أصل أصول روح بدن بين يالن كران سلام عليكم اللي فهموا تنكلا قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله اذا قال ان لو برارو شهادته غور ما قف كان فعلها وهذه شروطه لا اله الا الله شروطه لا دليل وايو وحبين الانفعين كانما اني جوجين لمد نقونيس مركز وشو من شروط اذا ما قعيت العلم بها المنافي للجهل علم الجهل بانفريا اليقين شك بانفريسا الإخلاص شركي بأنفنيسة الإنقياد وقانسا وحاوي يوضي أنفنيسة أنفنيسة تركي وفكينه يعني ديدمه وقتله طيب استكبارتي أنفنيسة القبول قبول المنافي للرد
شرعي إسلامك عونك الله يعونك رسولك دار الديسي عونك الله يعونك رسولك دار الديسي دو حوين لا إله إلا وحي كو تريس عمله المحبة جعيل كلمة دينا جعلاته دكيلي جعلاته وحك سوري جيدنا النعظم لا إله إلا هو جعشها ديما هكلنا هو جعشها كبر مكمل يسلق لي كلا ما يسلق لي ما يد نعم وحكى شرطي اللحاد وكودن بيأوي أصدقه كن إني تايو المنافي للكذب منافقين تبان لا إله إلا تبعاني بان إيهون الجيد وقالنا أويري معا يعني أويري في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون شروطها مركا إلا إلا عليهم شروطها مركا دتكم مركا إليه قف لا إله إلا هو دحايا قف لا إله إلا هو دحايا قف كان لا إله إلا هو دي أو هو أنفعي سيقل بيس أنا يموذي لكن شروطها مركا اللوايو اللقاذو لا ينفعي سيحب أنفعي سمركا سمركا طيب لا 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 الله وضع يديه كجيس جيسه لا لا الله وضع إفك يده النعبيه سألو قرنا إفك يده النعبيه ما برا بابا الدنيا إلي لا لا الله على الكيد وكبب بضم ما برا بابا بل وانحى يا مركو مقلبة يعني ذات مسلمين إله خير ونكسي يقول وانحى قال لي ما المسلم جوني باب سيكبت من يسفرح هذا وعدها نعم وفرح يا مركز وعلامات النفاق تاسو تلماميس أصلك إنو سقفك اسم مسلم كأي شيخ الإسلام ابن تيمية جسك سدي إلا تنات مجموع الفتاوى يوكو شيء النفاق أكبر كارو حاوي يقف إنو بكراه يستوي الدين تنعم إنه بابا أضعو جعله يستو طيب دي اللي يرام لك كوار الدنيا دي سادي كجيك تكوار من كان دين تمنع بل لكن الدنيا كتاهي وقال الدنيا جعيلة كتاهي وقال الدنيا جعيلة لفتر كيما اللي سكد هنا يا مركا إلهي سومدين من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم لا يقول على أرنتز ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين نعم شيخ محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات كآيات ما شيء وضم بيس كتاب كآيات سقسو قال لا بدل فهم كذين يقل ضايا النواشي نعم عام مركوا صفتكلي قف مركوا لا إله إلا الله حق كل الزمان سلوك يعني أنت تيار ركب يعني ذاتك وام حذالك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وإلهي سند جيادان لعبتها دم حاس لأن ماذا أشيء ثمر حين قنيسة قف قد لا 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 التزامنا حقوق بكل لازم يسوع حق لا إله إلا الله ودي أمر كامل وغرب عروح دل كينا والدل يا مركز لا إله إلا من ضحى سلو دل مركز ذات رأى داخل دل مركز حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وكان إلا بحقها مجدة دي مرك حق إذا والمودي لكراء له نعم أظن الورق قال سين ويدع كرتا ما دع كرتا قف شهادتين كي قراء أدنى يعني أن يعني مسلم ليس إذا صح هو دع كرتا نعم قف عوين إنه شهادة كل واقع دع كرتا لا إله إلا هو محمد رسول الله وإلى الناقض من نواقضها من الليمان أكبر إذا مرك لا إله إلا هو باب ردة كتاب يعني عوين علماء حيوب حيان باب تنبه مصمعين نعم marka jahmiyada iyo murjiada ay jahmiyada oo murjiada qolooyinka ugu liita kamid ayaa ayagu waxaas ma aan danka gelin ilaaha qaar ka dhigay raadeen waxa dhici karta qofka inuu diinta caayo nabiga inuu caayo haddana qalbiga muslimu ka yaa dhici karta kulay say u dhici karta tasdiiq wa mujibu ikram sabbiguna wa ihana wa naxal ha mushkila marka naxal kufri qalbigu qalbiga oo asala أفكار وكدعة جوارحنا وكدعة تايوين اللوغاذوين لكن انت أصل قلبك أو أصل قف قلبك أصل الإيمان كجل يعني وحيابها يعني قول صب النبي كما إيمان هنا على سبيل يعني يسوء قصد كما إيمان هنا سوما قرن هذه مركة عيدة عادة إنه نبي عاين أيه قلبك إيسا مركة كورن مركة إيمانا كجل ما لديه كان الله ما لديه كان إلا لنات عايز وانا جعله ورميسانه والرميسانة تصديق إيمان كسر رأينا إن جلكوا قال النار كيبت بعد ما سوروا بسلام سؤال من المسلمين كون أقع من الله مسائشة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي مركة اللي ربنا رفقهم بقى لرى النار أبغوك لدى حجراء قلوا إيه تكفير وإيه مركة أن كفير سنين وحلوك قال إيسير
يقولون أيقون أنك كلا أبى تيو يعني درس أنك كلا كتلاه وحق كلا أبى تيو قف يعني موجب الكفر أو كقومي مانعنا يعني أن موانع لنا أن هيسنن بدناك هيسنن أي حال يقولي ما لما قال يسكر صلاته أم لا إله إلا هو رحاي يقولي تواضع كلمة لوجا سنجرنا والمفارق والتارك لدينه دين كي سكتت قال المفارق للجماعة فارق ومرتدك كأسا نعم المفارق للجماعة جماعة فارق هل كعلماء قرب عيد لشديد إجماع قفك خلافه وقال بيده إجماع مرك أن لا بالله كلا هذا وحي مرك إجماع يعني حلقها يا مسائش إجماع كلالك قارو حلق صعب تواتر مسألة متوافر بين المسلمين أي كتها تنوع عصو كلا قفك خلافه وقالوا بيها وجوب صلاة كاملة صلاة واجب نمذيذ وكالة ذكر إني واجب توكالة وحلقيه هنا يأكو قالوا إن قف هذا صوء إسلامي أما قف بادي علم كيف أكو صوكري فلا بسهم طيب تاس مركا لكن إجماعك هلا بعض العلماء إجماع إجماع ظني إليه إجماع ظني قالوا يا بابا بدك إسكدافة طلبة العلم المسألة إن إجماع كنت مأين أغان كرين حتى تاسو كلا قفك لهم قال ليسين كرو أدانوا يعني هدو إنكرا ما لهم قال ليسين كرو طيب ساسا ابن دغي العيد وكان صغار يعني وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبع لندات في رسا وكليات الخمسة وحل إرادة يلو إلى لي مرتدك إن لدلو دين تحلو إلى لنا يعني دين تحلو إلى لي كرماء النفس قصاص تحلو إلى لي النفس الزنا يعني زاني إن الرجم يحلو إلى لي النصب عرضا يعني نصبك نصبك يحلو إلى لي جيدا حد القذف نوعا أركض دولا يعني زديتا كاد جاد العرض يالو إلاني إن العرض يالك لغي جيح جيح خمري إلا حرمي أو حد لغوا جبيين عقل يالو إلاني كليات الخمسة اللي رشمت أسمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما شيك أور يقضى الحكومة بين الناس بدك دحضر يوم القيامة ما لنت قيامها في الدماء ديقا يكساب سيه ديقا دحضر وحادي ديقا وحور الحكومة ديقا لبا لو كلا قاديا مرك حق الله حق بني ادمك تا صلاه او ريس حق ددك waxay iska galaan dhiiga koo xukuma inta wax kale la gaarin ta marka waxa laga qaadanaya arimaha dhiiga in ay arimo culus yihiin oo aan sahlanayn maradiyada laga bilaabayo xuquuqdi sababtuna waxa ay tahay mafsada dambi waa weynada haday mafsadadiisu weyn tahay ama maslaxada oo taksiinaya haday ay badan tahay dambi waa weynanaya ولذلك قال كان مركب حويان ديجا مفسدتي سابلا نف نبى الجويل يعني دين تنف تاك حبته نف نبى الجريا يكول رسينا يا مركب مفسد أبو علوس مفسد وين ويان مصلحة التكسينا يا نوام النف مسلم هذا الجويل يا نف الجويل يا نعم نف الجويل تيجون مسهل أنا نعم طيب مركب أنك هسا يا مركب ديجا شئني ليس جويل هذه طيب مركب ديجا لبعدين يقول شيء جاي محايم حيته مركب القرآن كبرنا عبرا ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق نفتي إلهي حرمي مجويان أو مدلان إلا حق بكدلان نفبا لا عبرا مركا مؤمن كدلك سوى علسي هارت نفتك لأن مؤمنات أهين أيديك يدو حرام وكاين أنك نفسته وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وحليه من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة قفكي من معاهدة قال للسوي هشيي قفكي دينو جنة عرفت إذا ما عرفنا قال لك معاهد كامتك مستأمن كذمي جزي هذا اللي قادة وذمي محال دي ليس أمرك نعم بلان بالله لقى الإمام كبا بلان لقى لي معاهد ويان دولة ما فيزك سوى قليسي سيد سيد ممكن فسادكو ما هاي فسادنا ممكنكو ما هاي سو ما قرني محل الدليل يا مركب فأخلق لك الدليل كي ستاس وقال قف مسلم مجن جليه وشقه وهايا شركة كان ستشقه ذلك وهايا محل من الدليل كرا من الدليل كرا وحسن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهايا سيدة إذا نعذو قال عدالة كثير عويل عدالة العدالة عدالة العدل واجب عدل واجب على كل أحد في كل أحد قف كستكر كيس واجب كيا عدك استين واجب طه قال مسلم حدانا هذا نعم وقت كستنا ذا واجب طه
markayna adey xamaasadaada kaliya ku socoto oo waxa xamaasadaada ka hor imaad aad dhiiggooda daadiso taa ilaahay lagu mar raali ahaanshadiisa laguma helo mana loogu dhawaado nimankii marka nebigan aad buu u jeclaayo ay u necbaa arrimahaasoo kale Mughiira ibn Shu'bah markuu u yimid daa'if xaggeeda uu ka yimid oo soo islaamay isagoo ari watuu keenay markaasu wuxuu yidhi ama islaamkaaga waa aqbalaya buu yidhi laakiin arigan iyo maalkan ma aqbalayo aniga dadkii iska lahaa laga soo qaaday gaalayna ahaayeen dadka weliga nacan nebiga hadda heshiis rasmi heshiisna weliba kulama jirin maca dalika yani cawiya maadaama dagaal markaas qofkan yani waxa uu soo qaatay khiyaano uu kusoo qaaday ama uu yani tuu kusoo qaaday mar walba waa xumaanayaan waxaas nacan waxa wanaagsanna waa la aqbalayaa nacan soo ma garan marka nebigu waa iska celin jiray waxyaabahaasoo kale waxaa garana marka dimaaga marka shanigoodu saasuu marka u culus yahay gaalada marka culunta la siinaayo cidda markaa muslimiinta wakiilka ka ah dowladda ah maxaa laga rabaa gaalka ay siinaysa viisada inay ballan bal yani shuruudaha ay la gashaa waa inay noqdaan shuruudo shantaas u noqon aydaan sheegin diintii isdhexgalka muslimiinta diintooda yani nafaha muslimiinta cirdigii muslimiinta caqligii nasabkii waxaas amwaashi aan ujeeda maalki kuliyat lkhamsa dee nasabkii cirdi waa isleeyihiin waa maalka midii kale waxa inuuna waxa u dhibin waa hadduu wax u dhibay marka caadigiisu waa buraya masalan diintii buu caayay diin buu faafiyaa gaalo iyuu dhulkii muslimka ku faafinaya amase wuxuu samaynayaa ma gabar muslimadu ka zinaystay waxaasoo dhan caahdiga waa burinayaa nacam waxaasoo dhan waxyaabaha cuduudda buriya weeyaan sheekhulislaam nasaari ibnu masluulka qaybo badan ayuu kaga waramaa oo kaga hadlaa nacam taas marka in layska cuduudda marka iyadu marka caahdigii ilaalin marka hadduu ilaalin waaye gaalka marka caahdigii caahdigii lala galo kasoo bixi waaye xabad maa lagu dhejinaa ma la dilayaa maya warqadiisiaa la siinaya waxaa ogeysiis baa la siinaya waddanka baxaa la leeyahay nacam iskaga tag waddanka marka sidaasay dowladdii sidaas bay dhahaysaa saas waddanka uga tegayaa dhulkiisii markuu gaaro haddii la doono lala dagaalo laakiin ballan nebiga calayhi salaatu wasalaam dad uu ballan siiyey si markay ka baxaan ballantaas u sheegi jiray wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa mafaasid baa haddii kale ka rasin mayso waa waxa hadda caalamulislaami meelo badan oo kamida sii kharibaayo weyaano diin ummadu dadku qaarkood ay u arkaan oo aan diinna aan ahayn xaqiiqatanna dadkii marka labay u kala bateen daa'imanna quluw ifraad iyo tafriid unbaa jiro qolana waxay ku leedahay caahdigi wax caahdi la yidhaha maba jiraa gaal mucaahada adduunka kuma noola kuwo kalena waxay ku leeyihin gaal muslim la dirirsan maba ku noolaba adduunka annaga aragnay kuwasaas u dhahay maqalnay xataa adduunka yacni gaal qarbi ah oo muslim la dirirsan ma jiro kuma noola kanna wuxuu yidhi wax gaaloo mucaahadoo ballan leh oo dhiiggiisu yani macsuum yahay adduunka maba jiro yidhi soo laba dhinac kalema taagnaa dagwaa marka waa laba dhinac dalaali taagan yihiin xaquna marka waxa weye waa wasad gaalada intii sharcigu u qaybiy unbay u qaybsamaan wixii sharcigu ka faray baana laga yeelayaa dadka yani xukuumad ama yani dadka ama dadka ahlu xalli walcaqdiga wixii ay doortaan baana markaa xukunka ku fulin kara nacam وعن سهل بن أبي حطمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ياتقي ومحيصة بن مسعود محيصة بن مسعود إلى خيبر بيتقين وهي يدن يومئذ ما لم تأس سلح بيعد هشيس باجري فتفرقا لمنود ويكرا تقلوا المجيس بأبحي فأتى محيصة محيصة ويمي إلى عبد الله بن سهل بأيمد وهو يسقى ويتشحط كقل قلنه في دمه ديقيسة قتيلا حاله يا مثل الدليل قتيلا حاله يا اي مقتولا كل الدليل فعيل بمعنى مفعول ويا فدفنه واعطيه مركه ودوغي ثم قدم المدينه مدينه اي سو غلى فانطلق عبد الرحمن بن سهل يا تغي ومحيصه اي محيصه اي وحويصه ابن مسعود لها محيصه اي حويصه وي ودا دشين cabdiraxmaan ibnu sahalna waa ninka la dilay buu la dhashay cabdullahi ibnu sahal buu la dhashay fadahaba cabdiraxmaan cabdiraxmaan baa tegay wuxuu doonay yatakallamu inuu hadlo ayb faqaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi kabir kabir weyne waxa laga qaadanaya qofka weyn hadalka in lagu hormariyo ishkaal baa halkan iman karo waxay tahay
عبد الرحمن وانك يقول له وانك اللي بدلي ومدعي أصيغ وانك دعوة القهوة محال له انك هذا القصير وها علماء الإيراني وحسن الله يا وحايته أرنت المأهن من باب يعني دعاوية ما هنه دعاوية دعوة هذا ما هنه وحاوية وقعدي بعضي بعضي بعضها إلا الشاكية بعضها إلا الشاكية بيته انك هو ينبع كل مرحة ابن دق ساسويرنا ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي اتقال فذهب عبد الرحمن يتكلم إنه الدون عينه الله يدوني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي وحول كبر كبر ويني ويني وهو عبد الرحمن أحدث قومي بكي قلت بيشا جوكتنك عودا ليربوها فسكت وآمس فتكلم ويهبلين فقال وحول لا تحلفون مدار نيسان وتستحقون من مدى نيسان قاتلكم كين نمرك وحيدين كدلي أو أمس صاحبكم يعني وتستحقون مركا من مغانيسا قاتلكم أي دم أي قاتلكم يعني حوي الدم طيب وتستحقون مركا مغانيسا قاتلكم كي وحين كدلينك أو أمس صاحبكم أي دم صاحبكم صاحب كنجيس مركا قالتان قالوا حيرا وكيف سليمان نحلف دارانينا ولم نشهد والحل لم نشهد أن ننجوي ولم نرى أن نأكل قال وحول فتبرئكم يهود يهود واسبري ليس وإن كبر النقنيسة بخمسين يمينا كنت الله ربي إن كبر النقنيسة قالوا حير أذن كيف بأيمان قوم قلق دارتين سلاميتها كفار أو قالا سأر ما يصنعنا قلق قالا دارتين فعقله النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا مركا دي فعقله النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا دي بحي من عندي أكتسك بحي جيب كيسة أي ديني كبحي حديث قال مركب حال قاطع قصامة وحليها القصامة قصامة وحايتها من بال الدليا وحال الدليا مركب مال هل قرد قنتها وحانا جيسة مركب اللوف وحليها اللوف اللوف وحليها هذا يعني وحاصور تقنوا تهم باجر تهم إلي قرد الدشي اللوف مركب حول نقوم كرا مرقاتيالك بعد ما يسترمي وإيه مثلا هل لينك لين باركها أو مرقاتي النقرية أما الله وحون قنكرة وحاجة للتهل قد كان يكون مركب السنة لماذا قلوا إصدقاء شنائين وقال إصدقاء شنائين وقال بمركب ولا قبح بحر من كيبا مركب ننبا وحلوا أكبر قلت كميدا يا قلتك لحاسد دي أسول الدليب على الأركماشي دحيان جراحا أيكوتا الله وهتهل ممتع الله فويا مركب هذه الله أو جراء قلنا مرك لو نح أرك قسامة على إلى هذا الله سمعينا يا قسامة مرك عايتها قلنا مرك ورا مدعين تأبي جله أيها وحنا نجد دليل تهايو أيه على غرب كنت نارم إلى نارتم كنت نيم بنارم إيش أيها أما سهل نيم بنارم أي كنت نجرب نارم أيها لكن سو ما لي بس تيجي نارمو ذي نعم تسوى بيجي قنن نارت مرك نوع عاسو كلا نارم أي مرك كنت نحلو جرسي علماء غير هذا نحلو جرسي شأني إيجا عرس إيجا عرس يا شأني يسير الله ملينا يا مهو طيب هذي دارت إيه كبقى عن مركة قول لك دارت كسوري بيتال إيهنا مدعى عليه أيها ونساسك لكنتن دارتين دارنا يا مهو قفبا كنتن ودارنا هذي مركة قول لك المدعين تو أي دارتان كورن مركة كنتن هذي مران لمن كان أحلي يدي لإيه أهلان مركة نمبي كشيغانا يا أندبعا أمطا يعني وغير دارتين بكسوق الله دارتي كنت كدارت مركي دارتين حي مضانا يعني إمام الشافعي وحولي يؤم بي مضانا باب القسامة قصاص حلي رام الحسن نوعنا كالقف انت الله سوقت اللي يدين المعين إمام مالك لكن وحولي قسامة قصاص حتاوكيني سيبني ليه طيب لكن هذا في مركي سيد إمام الشافعي وليه يا مركي حد قرنا يسا إني أدو ذا إني أدو ذا مركي الله فيريو تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم طيب رواية مركة وحيبة لهذا مركة طيب رواية وحيبة لهذا طيب مالك نحود لشان أسان فيدفع برمتي حديث قصص عنه فلقنتي سال إذن سيريا وحرب إذن كوسو فريا وعدا وتب تلك والذين كينا يويا سوما قرن طيب مركة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عشر قد الله إن شاء الله تعالى كل شهر في الدنيا